القرد المغرور حكاية من التراث الصيني القديم. منذ زمن بعيد جدا كان هناك جبل يدعى كاكا يقع عبر البحر الكبير وعلى بعد خطوات قليلة منه. كانت هناك أيضا صخرة ضخمة على قمة ذلك الجبل. وفي يوم من الأيام ومن داخل تلك الصخرة سقط قرد صغير. لماذا كل هذا الهرج؟ إنه مجرد قرد بسيط. ماذا؟ قرد؟ أنا مجرد قرد؟ هذا صحيح، إنك قرد بسيط. هذا مستحيل، لقد خلقت لأكون أقوى مخلوق على هذه الأرض، هذا معروف. لكن للأسف أنت ما زلت قردا صغيرا فحسب. ماذا؟ أنا قرد؟ كلا، لا أريد، لا أريد، لا أريد أن أكون قردا. يا حسنا، سوف أبذل جهودي لأكون أحسن قرد في العالم. أيها الغبي، أنا سيد القردة ولست أنت. أصمت، أنت حيوان. حسنا، دعنا نحسم الأمر إذن. سأؤدبك. يبدو أن القرد الذي سقط من تلك الصخرة ينبح ويعض كالكلب. ذهب كوكي إلى الرجل الوقور والتمس منه أن يدربه على فنون القتال، فوافق الرجل. شكرا لك، شكرا. وابتدأ التمرين الصارم القاسي، التمرين الأول. التمرين الثاني هو الركوب فوق السحاب. حسنا، لقد تخلف القرد كثيرا في أداء واجبه، لكنه استمر على تمريناته باذلا قصارى جهده. وبعد ذلك بعد سنوات عديدة من التمرين المرهق خرج القرد ليرى العالم من خلال سحابه وبطريق يدعى نيويو، ذلك الطريق الذي يغير مساره بأمر منه. انتظروا وسترون كيف سأغزو العالم. يهو. وبعد عدة سنوات هذا هو العالم الذي يعيش فيه الملك الكبير تينتي، وهو أكثر الملوك أبهة. سيدي، حدث شيء رهيب. ماذا هناك؟ قرد في الباب يا سيدي. ماذا؟ قرد؟ وما الذي يريده؟ لا أدري عما يتحدث، لكنه وقح جدا. هيا أخبرني بسرعة. إنه يريد منك أن تسلمه المملكة. نعم يا سيدي. ماذا؟ يقول إنه يريد أن يأخذ مملكتي؟ هذا أنت إذن أيها القرد الذي يريد أن يمتلك عرشي؟ نعم، هذا صحيح، أريد أن أحكم مملكتك لأنني أكثر منك قوة وكفاءة. هل تفهم ذلك؟ يجب أن تعرف، يجب. ماذا؟ يا لك من قرد وقح، ألا تخاف مني أبدا؟ أنت قرد متوحش. انظر هناك، انظر هناك، ها، ألا ترى ذلك جيدا؟ ماذا؟ هذه مجرد لعبة، ولا ننظر. يهو، هيا. الكل تحت إمتي، السحابة العجيبة. أيها النجوم انطلقي. هيا هيا
تقدموا تقدموا. بما أن جيش كوكي كان متدربا بشكل جيد فقد أصبحت المعركة لصالحه. لا فائدة من ذلك، هيا تراجعوا تراجعوا. ما هذا؟ لا أصدق لا أصدق. آه يا لهم من أتباع المخلصين، كل هذا من أجل القرد الصغير. ها؟ ها؟ قرد صغير؟ أنا قرد؟ كيف تجرؤ على ذكر هذا الكلام السخيف؟ سوف ألقنك درسا. ثبت بوذا ذلك القرد الصغير في جبل كبير، ثم ثبت في قمة الجبل تعويذة تقي كوكي الصغير من قوته وجبروته. أخرجوني أخرجوني. لا فائدة أبدا من مقاومة القرد، فقد سقطت الصخرة على ظهره وكان عليه أن يبقى تحتها 500 عام. خمسمائة عام؟ هل يتوجب علي أن أنتظر كل هذا؟ لا لا يمكن. أخرجوني أخرجوني. مسكين هذا القرد، فقد كان بالفعل مغرورا بقوته، لذلك كان عليه أن يتحمل تبعة سوء تصرفه. أما أنتم يا أحبائي فإياكم والغرور. مضى زمن طويل منذ أن وضع كوكي في عمق الجبل، وأخيرا وبعد 500 سنة كان اليوم الذي انتظره كوكي طويلا. ففي هذا اليوم عبر ذلك الجبل رجل يدعى سانزوشي. أيها الرجل أيها الرجل. ها؟ من المتكلم؟ أنا هنا تحت الجبل. ها؟ هذا قرد. ما الذي تفعله هنا أيها القرد المسكين؟ أنت المنقذ، إذن هيا اخرجني بسرعة. حسنا حسنا، أنت إذن القرد المتوحش الذي حدثني عنه بوذا. لا تسميني قردا، لدي اسم. أنا أعتذر، إذا لم تخني ذاكرتي فأنت كوكي، سأخلصك إذا أسديت لي معروفا. ها؟ معروفا؟ أريد منك أن تصبح تابعا لي وأن تدافع عني حتى نصل إلى تينجيكي، ما رأيك بذلك؟ ها؟ هل توافق؟ أخبرني. أنا تابعك. لا أراك متحمسا، ولكن لا خيار أمامك. لم لا أكون تابعا له؟ ما الضرر في ذلك؟ ها؟ حسنا سأكون تابعا لك كما تشاء. رائع، والآن ضع هذا فوق رأسك، هيا خذ. ما هذا؟ بوذا هو الذي أعطاني إياه، هذه علامة تدل على أنك تابع لي، هيا البسها. وضع سانزوشي الطوق الذهبي فوق رأس كوكي، بعد ذلك وقف أمام الجبل وردد بعض الكلمات الغريبة الغامضة. وهكذا وبفضل سانزوشي استطاع كوكي أن يتحرر من الجبل ليكون تابعا لسانزوشي. حسنا يا كوكي، هل ستنفذ وعدك؟ طبعا سأنفذ وعدي. السحابة الطائرة. تعال أيها الرجل سوف أدعك تركب معي، هيا بنا هيا. كوكي لا يمكن أن تفعل هذا، إذا لم نقاوم ونكافح ونمشي خطوة خطوة فإن بوذا سوف لن يعطينا أي موعظة. ماذا؟ نمشي طوال الوقت؟ كان سانزوشي يريد أن يروض كوكي ويعوده على مشقة السير في الجبال والوديان. اسمعني جيدا، أنا لن أمشي، اذهب أنت لوحدك، أنا سأذهب بمفردي. إلى اللقاء. انتظر يا كوكي، استمع إلى ما سأقوله لك. يا له من ولد عنيد، سوف ألقنه درسا قاسيا لن ينساه. أين هو؟ كيف تجرؤ على ذلك؟ سألقنك درسا لن تنساه. حسنا حسنا سأنفذ كل ما تطلب. حسنا
إذا لم تصغي إلي سوف أستمر في معاقبتك، هل فهمت؟ ها؟ حسنا سأصغي. حسنا، يمكننا الآن أن نبدأ رحلتنا. هيا. خبي خبي. وهكذا بدأت رحلة سانزوشي وكوكي. وفي أحد الأيام كان الاثنان يبحثان عن مكان يقضيان فيه الليل. هناك ضوء. هذه بركة كبيرة، هذه نعمة. أصغى سانزوشي إلى قصة هذا الرجل. كان يعيش خلف هذا الجبل حيوان متوحش حقود يدعى جوهاكي. وضع هذا الوحش عينه على ابنة هذا الرجل وقرر أن يأخذها عروسا له. كوكي، هل تستطيع أن تساعد هذا الرجل بقوتك العجيبة؟ ها؟ مساء الخير يا عروستي الحبيبة، أنا البطل هاكي. نعم. أوه يا عزيزي، أنت وسيم جدا. هل تعنين ذلك حقا؟ طبعا يا عزيزي، هيا خذني معك. أنا سعيد. أنا مسرور جدا وأنت سعيدة أيضا. هل توافقين على الزواج مني يا عزيزتي؟ أخبريني. وحش! يا إلهي أنجته! خبي، إنه أنت الوحش! من أنت؟ قل لي من أنت! ولدت من الصخر، فقد انشقت الأرض وأخرجتني! لا تقل بأنك كوكي الوحش! أجل، أنا كوكي! كوكي الوحش! أنجته! لكن هاكي لم يستطع نسيان سيران، لذلك فقد اجتمع مع صديق له يعيش في الصحراء. لكن أنت تعرف أن وجهك ليس جميلا، ومن الخطأ أن تتزوج تلك الفتاة الجميلة. ما هذا الهراء الذي تقوله؟ أنا أريد أن أتزوج ومهما كلف الأمر. أنت صديقي وأرجو أن تساعدني. نعم. أوه يا لك من عنيد. وفي اليوم التالي، هيا نذهب. هيا هيا. أيها القرد المغرور، تقدم وخشنا. من أنت؟ عدت ثانية ها؟ ولكن من هذا الذي معك؟ أنا ساجوجي من النهر الرملي، جئت أطلب المساعدة لصديقي هاكي. هيا للقتال. يا أنتما لا تعرفان قوتي الحقيقية. شرس، لا تقلق، أنا معك. تقدم، هيا للقتال. حسنا. يجب أن نكسب المعركة. هيا. حسنا. اهرب هيا، اهرب هيا. هاكي انتظر لحظة، يبدو ان الامر ليس هينا. ايها القرد، دعنا نوقف هذه المعركة. هذا ما اردته بالضبط. هيا هجوم. هيا. حسنا، أي الجانبين فاز في المعركة؟ دعونا نلقي نظرة سريعة.
يمكن أن تقتلهم. ماذا تقول؟ لا فائدة من ترك هؤلاء الوحوش، إنهم وحوش. حرام أن نكون سببا في موت الأحياء. إنهم أشرار يستحقون الموت، أتفهم ذلك؟ هكذا إذن؟ أنت لا تريد أن توقف المعركة ها؟ حسنا. توقف توقف أرجوك، لا أرجوك. هل تعدني بأن لا تقتل أحدا؟ أعدك نعم، سوف لن أقتل أحدا أبدا. وبعد أن أنقذهم سانزو، صار هاكي وصديقه من أتباعه المخلصين الذين حاولوا التكفير عن أفعالهم الشريرة، فرافقاه في رحلته الطويلة إلى تينجوكي. بعد ذلك استقر سانزو في تلك البلدة البعيدة مع أصدقائه. إن الحياة مع سانزوشي مريحة أيضا. ومنذ ذلك اليوم كف كوكي عن غروره ومشاكساته، وعاش مع أصدقائه في وئام واتفاق. Thank you.